إذا كنت خلقان من بعد سنة 1940 فأكيد استعملته وأكثر من 4000 مرة بحياتك. ماريون دونوفان كانت أول من فكر بالموضوع بالأربعينات. اختراعها ببداياته كان مصنوع من بردية حمام نايلون وداخله قطعة قماش بتتغسل. هيدا كان الحفاض، صحيح أنه بسيط من حيث الشكل بس تركيبته معقدة وبيدخل فيها حوالي 15 مادة ليصير حفاض. قلب الحفاض هو الأساس، هو عبارة عن طبقة ألياف السليلوز المستخرجة من الأشجار، تنسحب داخل مطحنة تفرمها وبتطلعها على شكل قطن. ببلش الشغل برولين بالب محطوطين على المكنة. البالب هو عبارة عن لب شجر بنعمل بمعامل خصوصة تيوصل بالشكل اللي عنا إياه. نحن بنستلمه بشكل مثل كرتون وبيقطع بقلب فرامة تعمله ناعم تينحط بقلب الحفاض. البالب بنخلط معه SAP تيكونوا اثنينهم عم بيشكلوا الجزء اللي حقيقة هو اللي بيشتغل بالحفاض. سر الحفاض هيدي المادة الصوديوم بولي أكريليت أو السوبر أبسوربنت، وهي نوع من البودرة عندها قدرة امتصاص بتتخطى 200 مرة وزنها. لما الحبيبات بتمتص البلل بتبلش تتحول لنوع من جيل بيمنع خروج السوائل منه. هيدا من جهة بشرة الطفل، أما من الخارج أو الجهة الخلفية فبيتغلف الحفاض بطبقة من النيلون مزينة بتصميم خاص بالأطفال وفوقها نسيج عازل لمنع السائل من التسرب خارج الحفاض. من بعد جمع كل طبقات الحفاض مع بعضها، وهي عملية ما بيتعدى وقتها ربع ثانية، بتم تقطيع الحفاضات وطوية وتجهيزها للتوضيب. إذا افترضنا أنه كل واحد منا استهلك حوالي 4000 حفاض بأول سنتين ونص من حياته، يعني لبنان بيستهلك 200 مليون حفاض بالسنة، وإذا كل ثانية بيتم تصنيع 5 حفاضات بهالمعمل، يعني من وقت بداية حلقتنا لهلأ تصنع حوالي 1500 حفاض.